مرحبا، شكرا لمتابعتكم تيك ميشن. اليوم الجزء الثالث من سلسلة أفضل عدسات سوني لعام 2021، واليوم رح نحكي عن أفضل عدسات البورتري لكاميرات سوني. بعد المقدمة رح أحكي عن شو هي المواصفات المطلوبة بعدسة البورتري، وشو الفرق بين البورتري وبين الانفايرونمنتال بورتري أو تصوير الأشخاص ضمن المناظر الطبيعية. بس قبل خلوني أعيد الثلاث ملاحظات المهمين تبع هاي السلسلة. الملاحظة الأولى، هاي الفيديوهات متخصصة بكاميرات سوني فول فريم. إذا أنت عندك كاميرا سوني كروب سنسر APS-C هذا الفيديو مو لإلك. تاني ملاحظة، رح أحكي عموماً عن استخدامات العدسات بالفيديو، يمكن ما اليوم، اليوم رح نركز على البورتري أكثر، يعني على الصور، لكن بصورة عامة رح يكون في فيديو مستقل اسمه أفضل عدسات سوني لتصوير الفيديو، فانتظروا هذاك الفيديو إذا مهتمين بهالجانب بالتحديد. ثالث ملاحظة، بعدسات سوني ما رح أذكر العدسات القديمة الجيل الأول مثل الزاي 16-35 فتحة عدسة 4 أو الـ 24-70 فتحة عدسة 4، والسبب أنه نقدام وعندهم محركات الأوتوفوكس القديمة، وبنفس الوقت سعرهم لساته عالي وفي بدائل أفضل منهم بسعر أفضل منهم. نفس الموضوع عن السيجما القديمة الـ HSM، رح أحكي بس عن السيجما DGDN عدسات سيجما الجديدة. وقبل ما احط المقدمة، إذا بتحبوا المحتوى اللي عم نقدم لكم إياه على القناة، عبرولنا عن محبتكم بزر الاشتراك وتفعيل الجرس. فيديو اليوم أفضل عدسات سوني بعام 2021 لتصوير البورتري. تابعونا. خلونا نبدأ بإنه نحكي عن الفرق بين البورتري والإنفايرونمنتال بورتري، أو تصوير الأشخاص ضمن منظر طبيعي. خلنا نحفظ الاسم Environmental Portrait. هاي صورة Portrait وهي صورة Environmental Portrait. البورتري بتركز على الشخص مع أقل مساحة من الخلفية، هدفها تفرجينا جمال الشخص ذات نفسه وتفاصيل وشه. هاي مثلا منصور فيها العرايس. الانفايرونمنتال بورتري بالمقابل بتركز على الخلفية مع وجود الشخص فيها، الهدف منها تفرجينا هالشخص وين وقديش المنظر الطبيعي اللي حواليه حلو. هالفرق بالموضوع بيعمل فرق تقني مهم. الانفايرمنتال بورتري منصوره بعدسات الاستخدام العام، يعني بين 24 ملم و 50 ملم. اشهر ثلاث عدسات إلى هي ال 24 ملم، ال 35 ملم، وزوم الاستخدام العام اللي هو ال 24-70، وكلهم حكينا عنهم بالفيديو الماضي. اما البورتري فمنصوره بعدسات ابعد، تقليديا 85 ملم، 90 ملم و 135 ملم. بنقدر كمان نصوره بعدسة 24-70، لكن بنكون مزومين على الأخير على 70، وكمان بعدسات 70-200 الشهيرة. هلا رح نحكي عن التفاصيل. بس سؤال، ليش من متطلبات عدسة البورتري انه يكون في عندها بعد بؤري عالي؟ لانه البعد البؤري العالي بيحقق هدفين. الهدف الاول هو انضغاط ملامح الوش. هالعدسات بتحلي الشخص اللي عم نصوره بانه تضغط ملامحه وتصغرهم. هاي صورة للصديق فادي مع 18 ملم، وهي صورة مع 24 ملم، وهي مع 50 ملم، وهي مع 85 ملم، وهي أخيرا مع 135 ملم. بتشوفوا بشكل واضح الفرق بملامح الوجه كل ما طلع البعد البؤري. السبب الثاني هو انضغاط الخلفية. بالأبعاد البؤرية الأعلى بتبين الخلفية منضغطة على الشخص وقريبة منه، بدل ما تظهر بعيدة عنه بالأبعاد البؤرية الأصغر. هاي مثال مصور بعدسة عريضة، وهي مثال مصور بعدسة ضيقة. فيكن تشوفوا الفرق بشكل واضح بانضغاط الخلفية. لهيك كل ما طلع البعد البؤري كل ما كانت العدسة أفضل للبورتري، بس ضمن حدود طبعا. لحد 200 ملم بنظري بيكون كتير معقول، بس إذا قررت تصور بورتري ب 600 ملم عنا مشكلة. ملاحظة أخيرة، كتار بيعتبروا ال 50 ملم بعد بؤري مناسب للبورتري، وتقنيا هالشي صحيح وتقليديا كمان، بس أنا شخصيا ما بحب صور بورتري بال 50. مسألة تفضيل، يمكن أنتوا تحبوا. وهلا بننتقل للعدسات. بالبرايم رح نحكي عن ال 85 ملم، 90 ملم و 135 ملم. هدول الأبعاد البؤرية الشهيرة للبورتري، بس عنا حالة خاصة وكتير حلوة ورح نبدأ فيها. هالحالة الخاصة هي سامسونج AF 75 ملم فتحة عدسة 1.8. عدسة كتير صغيرة الحجم من سامسونج، ومثل العادة بسعر مناسب، وبعد بؤري ما تقليدي أبدا 75 ملم. أنا عم صور هالفيديو حاليا بهاي العدسة، لهيك رح نحول على بيرول لحتى نفاجئكم إياها. العدسة كتير صغيرة بالحجم وصورها كتير حلوة وحادة، خصوصا لما منصور بفتحة عدسة 2.8 أو أعلى.
في جانبين مهمين بالإضافة للأداء البصري الحلو والأوتو فوكس المعقول جدا. هالميزتين هنين: الأولى السعر $300 والثانية الحجم الصغير. هالعدسة وزنها بس 230 جرام، سوبر خفيفة وسوبر صغيرة. هالشي بيخليها مناسبة للفول فريم وكمان للـ APS-C وما بتتقلكن وقت تاخدوها معكن وانتم مسافرين. على ذكر الـ APS-C هي رح تعطينا مقابل 112.5 مليمتر على الكروب سنسر. هل بنصحكم بهالعدسة؟ هلأ رح خبركن. وهلا مننتقل لعدسات 85 مليمتر، البعد البؤري الأشهر بعالم البورتري. وهون في عنا شوية زحمة بالنسبة لكاميرات سوني. رح أعدلكن أهم العدسات بهذا البعد البؤري وبعدين إلكن شو بنصحكم إنكم تشتروا. عنا سامسونج AF 85 مليمتر فتحة عدسة 1.4، السعر $540. سوني FE 85 مليمتر فتحة عدسة 1.8، السعر $600. سيجما 85 مليمتر فتحة عدسة 1.4 DG-DN ART، السعر $1200. زايس باتس 85mm فتحة عدسة 1.8، السعر $1200. سوني 85mm فتحة عدسة 1.4 جي ماستر، السعر $1800. أي عدسة بنصحكم تختاروا. إذا بدنا خيار بميزانية أقل، أكيد السوني 85 مليمتر فتحة عدسة 1.8. هالعدسة ممتازة بكل المقاييس، بالأداء البصري وبالأوتو فوكس. الفرق بالسعر بينه وبين السامسونج $60، مو مستاهلين أبداً نسترخص بعدسة مهمة مثل هاي. طيب إذا في عندي ميزانية أعلى، شو رح أختار؟ السيجما ولا الجي ماستر ولا الباتس؟ خلونا من الأول إلكم بصراحة وبوضوح، ما تختاروا الجي ماستر. صحيح هي عدسة رائعة بكل المقاييس، بس ما فيها أي شيء يبرر فرق السعر بينها وبين الباتس والسيجما. الفرق $600 مو قليل أبداً، والباتس والسيجما تنتين بيعطونا أداء رائع وما بيقل بأي شكل من الأشكال عن الجي ماستر. طيب بين الباتس والسيجما والتنتين بنفس السعر، شو رح نختار؟ السيجما أكيد، مو لأن الباتس فيه أي شيء بيعيبها أبداً، بس هون في عنا فتحة عدسة 1.4، هي كتير مهمة. وكمان في عنا مزايا خارجية، في عنا سويتشز، في عنا أزرار، في عنا الرينج تبع الأبرتشر، كتير قصص مهمة بتخلي تصوير البورتري أسهل بكتير وأحلى بكتير، وبنفس السعر والأداء البصري تبع الزايس باتس. فإذا بالبعد البؤري 85 مليمتر، أنا بنصح بالسيجما 85 مليمتر فتحة عدسة 1.4 ارت من دون أي تردد. مننتقل للبعد البؤري 90 مليمتر. هون في عنا عدستين نحكي عنهم. الأولى هي ملكة بمجالها، سوني 90 مليمتر فتحة عدسة 2.8 ماكرو، السعر $1100. الثانية هي سيجما 90 مليمتر فتحة عدسة 2.8 كونتمبوراري اي سيريز، هي من الاي سيريز الجديدة، والسعر $640. الأولى عدسة ماكرو، يعني إذا أنت مصور أفراح مثلا لازم تأخذها، لأنه بتصور فيها البورتري وبنفس الوقت تستخدمها لحتى تصور اللقطات القريبة مثل الخواتم على سبيل المثال. مشكلتها الوحيدة أنه الأوتو فوكس تبعها مو بسرعة العدسات العادية مثل كل عدسات الماكرو. ما في عدسة ماكرو عندها أوتو فوكس بسرعة العدسات اللي مانا ماكرو. أنا طبعا ما عم بقول أنه الأوتو فوكس سيء نهائيا، بس أبطأ بوضوح من العدسات العادية. لهيك إذا عم تشتري 90 مليمتر للبورتري رح أنصحك بالسيجما. إذا بيهمك الماكرو بأي شكل من الأشكال رح أنصحك بالسوني 90 مليمتر. هلا هون في نقطة مهمة، أنت عمليا إذا مهتم بالبورتري فقط كبورتري خذ ال 85، ليش حتى تاخذ ال 90؟ ال 85 في عندك خيارات كتير حلوة وهو البعد البؤري التقليدي للبورتري. لذلك بالبعد البؤري 90 مليمتر إذا أنا اللي رح أشتري رح أشتري الماكرو 90 مليمتر. وهون بتجي ملاحظة مهمة، سيجما في عندها كمان عدسة 105 مليمتر فتحة 2.8 ماكرو، هي لسوني ومن سلسلة ارت بسعر $800، كتير منافس قوي للسوني 90. ممكن تختاروها كمان إذا بهمكن الماكرو وبنفس الوقت بدكن توفروا $200 بالسعر الفرق بين العدستين. وهلأ مننتقل للبعد البؤري الأجمل للبورتري وبنفس الوقت الأقل استخداماً، 135 مليمتر. ليش هو الأقل استخداماً؟ لسببين. السبب الأول إنه كتير متخصص، يعني بورتري وبورتري بس، صعب كتير نصور فيه تصوير عام مثل 85 مليمتر. الثاني إنه بالغالب عدساته كتير غالية، وزنها كتير كبير ومو سهل إنه نسافر فيها. بهالبعد البؤري في عنا كتير خيارات ورح أعدلكن إياه هون وبعدين إلكن أنا بشو بنصح. سامسونج 135 مليمتر فتحة عدسة 2، السعر $550. زايس باتس
135 مليمتر فتحات 2.8 1700 دولار. سوني 135 مليمتر فتحات 1.8 جي ماستر والسعر 2100 دولار. طيب بشو بنصح؟ اول شيء ما بنصحك تشتري 135 الا اذا انت مصور محترف او بطريقك للاحتراف. فاذا انت محترف او رح تصير محترف حتما واكيد ومن دون تردد السوني 135 جي ماستر، مع انها غاليه ومع انها كبيره ووزنها عالي. هالعدسه بتقييم كل اللي جربوها وانا منهم هي من افضل العدسات اللي انصنعت بتاريخ الكاميرات، مو بس بتاريخ سوني. كامله مكمله وخاليه من العيوب البصريه، حاده مرعبه من كتر الحده من الطرف للطرف، بالاوتو فوكس عنا الاسرع والادق اللي فينا نحلم فيه. عدسة بتستاهل تماما كل دولار راح تحطوه بسعرها، وعلى الأكيد بنصح فيها بس إذا أنت محترف أو بطريقك للاحتراف. طيب هلأ حكينا عن أهم عدسات البورتري وبالأبعاد البؤرية 75 85 90 و135. أنا بشو بنصحكم؟ إذا رح تشتري عدسة واحدة بس في عندي 3 خيارات لإلك. إذا أنت هاوي ورح تشتريها لتصوير العائلة والأصدقاء، على الأكيد ساميانج AF 75 مليمتر فتحات 1.8 300 دولار وبتكفي وبتوفي، ما بدك أكثر من هيك أبداً. إذا أنت جاد بهواية التصوير أو بدك تحترف التصوير وميزانيتك صغيرة، سوني FE 85 مليمتر فتحت عدسة 1.8 600 دولار ورائعة بكل المقاييس. إذا أنت جاد بهواية التصوير أو بدك تحترف التصوير وميزانيتك منيحة، سيجما 85 مليمتر فتحت عدسة 1.4 DGDN Art 1200 دولار رح تعطيك كل الاحترافية اللي بتدور عليها. أما الـ 135 جي ماستر فهي ما لازم تشتريها إلا وقت بتكون جاد بالتصوير وميزانيتك مفتوحة وما عندك مشكلة تدفع 2100 دولار بمقابل عدسة متخصصة جدا. ما تنسى هي رح تعطيك كل شيء بتحلم فيه بعالم البورتري، لكن عدسة متخصصة وعدسة للمحترفين. وقبل ما نختم رح نحكي عن الزوم. أنا نصحتكم بالبرايم لعدة أسباب. البرايم عموما هو الافضل للبورتري، دائما في عنا فتحه عدسه اعلى، في عنا حده اعلى، في عنا وزن اقل، في عنا امكانيات اكبر بعالم البورتري. بس ما بقدر صور بورتري بعدسات زوم؟ على الاكيد تقدر، وبتطلع صور كتير حلوه وفي كتار بالعالم بيصوروا البورتري بعدسات الزوم. في عنا مجالين للزوم مناسبين لتصوير البورتري. هالمجالين هن الاستخدام العام 24-70 هي واحد، واثنين مجال 70-200 او 70-180 بحاله العدسه اللي حامله بايدي من تامرون. في ملاحظات كتير مهمة لو بدك تصور بورتري بالزوم. الملاحظة الأولى، إذا عم تصور بال 24-70 صور دائما بال 70، زوم على الأخير وصور، يعني بين ال 60 وال 70، ما عم أقول 70 حرفيا، بس أنا لو محلك رح صور دائما على ال 70، هيك باخد أفضل انضغاط لملامح الوش وأفضل انضغاط للخلفية وأحلى صورة بورتري بقدر أخذها من عدسة زوم. الملاحظة الثانية، أنت لما عم تصور بال 70-200 أو بال 70-180 هون في عندك مجال كتير واسع للحركة. نقي دائما البعد البؤري اللي عم تختاره بناء على الكومبوزيشن، بناء على شو بدك تطلع انت، وبناء على قديش بتقدر تبعد عن الشخص اللي عم تصوره. اذا بتقدر تبعد على الاخير وتصور بال 200 او بال 180 بحاله هاي العدسه، جربها ورح تحبها كثير، لانه رح تعطيك انضغاط بملامح الوش كثير حلو، اكثر حتى من ال 135 مليمتر جي ماستر. وهيك بنكون ختمنا افضل عدسات سوني لتصوير البورتري. شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبه لكم. ضل في جزء واحد من هي السلسله اللي هو عدسات التليفوتو، بيجيكم قريبا ان شاء الله. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتتابعوني على انستغرام، وانا بشوفكم بالفيديو القادم.